على المركز الخامس تالينا للجميع. شوط رئيسي وزميلي واخي مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحية صباحية من هنا من ميدان سباق الهجن العربية الاصيلة بالشحانية في هذا اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022 في الانطلاقات الخاصة بسن الحقائق وهجن ابناء القبائل في ثاني ايام محلينا الثاني. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في شوط رئيسي اخر تندفع فيه الشعارات الكبرى، الشعارات العملاقة المشاركة في هذا اليوم، في هذا الصباح، في هذا الانطلاق الموفق ان شاء الله، في هذا الانطلاق الجميل لسن الحقائق. نجوم المستقبل، البداية مع من؟ البداية والانطلاق مع لوسيل للسيد سعد بن مبارك بالضعيف النابة المري. المركز الثاني هنا سحاب للسيد مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري في المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد شاهين بشعار جابر بن سالم بن جابر الجبران المري. المركز الرابع مرسال فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري. المركز الخامس اختم ندائي مع الاسد بشعار محمد بن علي بن حمد بن قراع المري على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، نداؤنا الاول لهذه المجموعة للمراكز الخمسة الاولى للاسماء المنطلقة المندفعة في هذا النقل الحي والمباشر اليوم عبر شاشات قناة الريان والانطلاق الموفق لهذه الشعارات. الكادر الفوقاني ماذا يحمل يا الكربي؟ الكادر الفوقاني يحمل 4 بل 5 اسماء تشارك وتنطلق وتندفع باحثة عن تحقيق الناموس، عن تحقيق الانتصار. البداية والمركز الاول، المركز الاول مرسال في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري مع المركز الاول. لكن هنا البطل حاضر، شعار بن جبران ينطلق بثقة الكبار يندفع على المركز الثاني. شعار بن جبران المركز الثالث معطاب للسيد سالم بن محمد بن علي النابت المري. تسلل الى المركز الثاني، انطلق واندفع الى مقدمة الشوط، الى مقدمة الشوط. هنا معطاب للسيد سالم بن محمد بن علي النابت المري، وبان خط النهاية يا اخواني، بان خط النهاية. اعلنوا ربط الاحزمة لهذه الشعارات، لهذه الشعارات الشعارات الكبرى. الله بن جبران، قلت لكم ثقة الكبار، سبق وان قلت ثقة الكبار. على المركز الثاني، المركز الاول، من الجانب الاخر مرسال على المركز الاول على الصدارة. انطلق في هذه اللحظة محلقا بالشوط الرئيسي. المركز الثاني، الله فجاج، اهلا وسهلا بفجاج، اهلا وسهلا بفجاج. اللحظات الاخيرة، يا سلام، هذا هو
ارسال يخطف الشوط الرئيسي الاول بشعار السيد فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري في اللحظات الاخيرة، عاد واستعاد المركز الاول محققا وفائزا مع هذا الصباح صاحب الانجازات، هنا يحقق ويفوز بالشوط الرئيسي الاول. تهانينا والناموس. المركز الثاني فجاج لحمد بن مبارك بن ضعيف آل نابت المري. المركز الثالث وصل الزاهب لسيد حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الرابع شعار بن جبران شاهين لسيد جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. المركز الخامس معطاب لسيد سالم بن محمد بن علي النابت المري. تهانينا والناموس لصاحب المركز الأول مرسال فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري، يحقق وينتزع بالشوط الرئيسي الأول. Good morning، صباح الخير للمنصوري على هذا الفوز. والشوط الرئيسي الأول غير في الشحانية، خصوصا في هذا الموسم 2022. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظة وصول مرسال إلى خط النهاية محققا وفائزا بالشوط الرئيسي فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري. التوقيت الزمني بطبيعة الحال 3 كيلومترات، أكيد 4:35، 15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل بالمركز الثاني فجاج حمد بن مبارك بن ضعيف آل نابت المري. التوقيت الزمني 4:35، 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث زاهب للسيد حسن بن عبيد بن علي بن عبيد السناري، وصل بالمركز الثالث كما تتابعون على الهواء مباشرة بلمسات المخرج المميز علي ابو شارب وحمد بن خزينة. التوقيت الزمني 4:38، 9 أجزاء من الثانية. توقيت صاحب المركز الثالث. تهانينا.